إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري لكرة القدم تثير الرعب بين باقي أندية المسابقة ومنظومة كرة القدم في مصر، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة ومطالبات بإلغاء المباريات المتبقية. أتحدث مع ضيفي في هذه الفقرة أمير نبيل الصحفي الرياضي عن مصير المسابقة المحلية وعن أسباب ما حدث وتفاصيل أخرى. أرحب بك أستاذ أمير. أهلا بحضرتك جميع المسلمين. أستاذ أمير، مصير مسابقة الدوري الممتاز بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني وإداريين وغيرهم؟ يعني بطبيعة الحال كان قرار عودة النشاط الرياضي في مصر يعني مرتبطا بتوجهات عامة في الدولة أن تعود الحياة من جديد وألا تتوقف الأنشطة والأعمال بمختلف هذه الأنشطة، لأن يعني بطبيعة الحال لن يكون توقف النشاط لفترة طويلة من مصلحة الرياضة والقائمين على الرياضة، خاصة أن يعني كرة القدم في مصر ليست مجرد فرق رياضية وأندية، ولكن هناك الكثير من الأعمال المرتبطة بها من يعني أشغال كثيرة وعمال ونقل تلفزيوني والكثير من الأمور المرتبطة بالنشاط الرياضي في مصر، ولكن يعني ربما يكون التوقيت الذي عادت فيه مسابقة الدوري للحياة مع تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا قد شجع القائمين على اتخاذ القرار في الاتحاد المصري لكرة القدم والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على عودة وانتظام المسابقة. الأمور ربما تكون قد تمت بشكل في عجالة أو في يعني تسرع بعض الشيء من خلال عمل المساحات الطبية للأندية وعناصر الأندية قبل النزول إلى التدريبات، حيث رأينا بعض النماذج للأندية التي تشارك في التدريبات حتى قبل ظهور نتائج المسحة التي تتم لهذه عناصر هذه الأندية. لو سألت حضرتك يا أستاذ أمير أسباب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الأندية المصرية رغم تأكيدات الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، هتكون النقط اللي حضرتك بتتفضل بتقولها، منها أنه نزول الأندية صحيح قبل خروج المسحات سواء إيجابي أو سلبي، إيه تاني يا فندم؟ يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان يعني برضه خلينا لا نفصل مجتمع كرة القدم في مصر عن المجتمع المصري بشكل عام. نفس السلوكيات التي يتخذها اللاعبون والمدربون والأجهزة الإدارية والفنية هي بالضبط التي تتخذ حاليا او تتبع حاليا في الشوارع. اليوم المواطن الذي كان يرتدي قناع الوجه او الكمامة في المواصلات العامة وما الى ذلك اصبح في غنى عنه عندما راى الاعداد تتناقص بشكل كبير، ظنا منه ان الفيروس قد انتهى في مصر بشكل نهائي وبلا رجعة، ولكن هذا طبعا اعتقاد خاطئ. هذا الاعتقاد او هذا المفاهيم تسربت بطبيعة الحال الى مجتمع الكرة في مصر، و الأندية واللاعبين ليسوا في معزل عما يحدث، وبالتالي يعني تم التعامل على هذا النحو، خاصة أن يعني الأندية الرياضية بشكل عام يعني معرضين اللاعبين يعني التجمع ويعني عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي من خلال التدريبات من خلال التجمعات والمعسكرات، فبالتالي فرصة الإصابة بالفيروس كثيرة، خاصة أن البروتوكول الذي أعلن عنه اتحاد الكرة لبدء وانتظام المسابقة والإجراءات الوقائية التي تتم قبل كل مباراة وبعد كل مباراة يعني تم الإعلان عنه قبل أيام من انطلاق الدوري، فبالتالي يعني عندما حتى تسألين بعض الأندية ربما لم تسمع عن هذا البروتوكول من الأساس. هي المساحات يا أستاذ أمير بتتم كل قد إيه بالنسبة للأندية المشاركة في الدوري المصري؟ هي مساحات دورية بطبيعة الحال يعني كل كم يوم، يعني كل 14 يوم، كل قد إيه؟ هي بصفة دورية بشكل أسبوعي بيتم عمل مساحات للأندية، خاصة أن المعروف لدى الجميع أن الدوري عودته ستكون مضغوطة للغاية، وبالتالي لا يوجد مساحة لأن يتم تأجيل المساحات الطبية ونتائجها. حتى يمكن رأينا نموذج النادي المصري تم عمل مساحات إضافية بعد اكتشاف هذه الحالات للتأكد من عدم وجود حالات أخرى. طيب، فبالتالي يعني بعد اكتشاف الحالات الطبية، حضرتك متوقع إيه هو السيناريو المقبل بعد اكتشاف هذا العدد من الحالات؟
يعني اعتقد ان المسؤوليه كبيره ولا الحمل ثقيل حتى يعني على اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. يعني كان الله في عون الجميع، لان الامور يعني قد تصبح اكثر صعوبه في الفتره المقبله، مثلما تحدثنا عن انها سلوكيات عامه في الكثير من الافراد في المجتمع المصري، فهي سلوكيات عامه ايضا في الوسط الرياضي المصري. بالتالي ان لم يتم التجديد على تنفيذ اجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائيه الضروريه لاستكمال النشاط في المحاضرة المقبله، سيكون من الصعب استكمال بطوله الدوري في هذه الحاله. وان كان يعني بطبيعه الحال ايضا قرار الانغاء يعني لن يكون سهلا على اي شخص او اي مسؤول في الاتحاد المصري لكره القدم اتخاذه، خاصه انه اتجاه عام لان تستكمل بطوله الدوري حتى النهايه او ان تعود وتنتظم بشكل طبيعي. لكن في هذا الشكل او في هذا العدد من الاصابات لابد من وقفه حازمه مع المجتمع مع الانديه الرياضيه والعناصر بشكل كبير لاتخاذ التدابير اللازمه. طيب الاصابات ظهرت في النادي المصري البورسعيدي، حجم الاصابه قد ايه؟ هل حجم الاصابه وصلت لمرحله العزل المنزلي او لمرحله الحجر الصحي؟ يعني دينا صوره اكبر عن الحجم الخاص باصابه كورونا لافراد النادي المصري البورسعيدي. هو يعني تم اكتشاف الحالات، عدد اللاعبين بنتكلم في 12 زائد الاجهزه الادارية. طبعا المدير الفني الكابتن طارق العشر نتمنى للجميع السلامه، هي العينه الايجابيه التي اظهرت هذه الاصابات. طبعا بيبقى في اعراض تدفع لعمل المساحات للاعبين او الافراد المصابين من الاعراض طبعا المتعارف عليها جميعا بالنسبه للفيروس. بالتالي عندما شعر اللاعبين هذه الأعراض أو يعني وجود ما يدعو لعمل هذه المساحات، تم عملها بشكل فوري وعزل جميع باقي الأفراد. حتى نادي الزمالك نفسه الذي خاض أولى مباريات الدوري بعد استئناف المسابقة وتقابل مع النادي المصري، أيضا تم عمل مساحات للاعبين للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس كإجراء وقائي. وأيضا أثبتت العينات سلبية جميع العناصر الذين خضعوا لهذه المسحة. فبالتالي يمكن ما حدث في النادي المصري وقد حدث من قبل ايضا في نادي الانتاج الحربي، اعتقد ان هو سببه التجمعات والتقارب. عندما يكون لاعب واحد مصاب هو يكفي ان هو يصيب عدد كبير من المحيطين به او المخالطين به، وهذا ما حدث. المسؤوليه تقع على من في هذا الظرف يا استاذ امير؟ تقع المسؤوليه طبعا على اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. يعني كان لازم اجراءات التوعيه تتم بشكل اكبر في المرحله المقبله، وان تتم يعني في المرحله الماضيه عفوا ان تتم بشكل كبير ايضا للانديه. يعني زي برضو ما بنتكلم عن اللجنه الطبيه، الانديه واللاعبين والعناصر المختلفه في الانديه من أجهزة فنية وإدارية أيضا يقع عليها مسؤولية كبيرة في يعني برضه عدم الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي. راينا تجمعات لاسباب لمتابعه مباريات مثلا دوري ابطال اوروبا، يعني وهذا فرصه يعني سانحه لان ينتشر الفيروس اذا كان احد اللاعبين او احد عناصر اي فريق مصاب، فبالتالي ينقل العدوى الى مزيد من الافراد. فبالتالي اللاعبين انفسهم ليسوا بهذا الحرص على تجنب الاجراءات، تجنب العدوى التي يمكن ان تحدث نتيجه اختراق او نتيجه خرق او عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. طيب استاذ امير، الدوري المصري بيتبقى فيه اكثر من 15 مباراه لاغلب فرق المسابقه من اصل 34 مباراه، لم يتم حتى الان تحديد متى ينتهي الدوري المصري او اتحاد الكره لم يحدد موعد انتهاء الدوري المصري، لماذا برايك؟ لانه بطبيعه الحال يعني راينا لم يمر اسبوع على انطلاق الدوري وراينا مباراتين يتم تاجيلهما. يعني تاجيل مباراه الانتاج الحربي امام اف سي مصر نتيجه اصابه لاعبي الانتاج الحربي وعدم تعافيهم بالشكل الكافي، ايضا مباراه المصري وحرس الحدود تم تاجيلها. وكان من الطبيعي رغم تمسك اتحاد الكره في بادئ الامر بعدم تاجيل المباراه خشيه ان يفتح باب امام مزيد من التاجيلات، ولكن هذا وضع طبيعي. نحن لا نتحدث
يتحدث عن تأجيل لمشاركة فريق في بطولة أخرى أو تأجيل لغياب أحد العناصر، ولكن تأجيل بسبب انتشار فيروس، فهذا الأمر هو يعني أمر خطير الحقيقة يعني، فبالتالي كان لابد من التأجيل. إذا نتحدث عن مزيد من التأجيلات في المرحلة المقبلة حال ظهور فيروس، لأن بطبيعة الحال لن يقبل أي نادي تظهر حالات إيجابية بين صفوفه أن يتم معاملته بشكل مختلف عما سبق وتم مع الإنتاج الحربي والمصري. فأعتقد أن من الصعب أن يتم تحديد نهاية أو موعد نهاية الدوري المصري في الموسم الحالي ولا بداية الموسم الجديد بطبيعة الحال. نعم. رأينا طبعا نماذج مختلفة تماما في أوروبا، ولكن الوضع عندنا يعني ينطوي على كثير من التعقيد يعني. أستاذ أمير، برأي حضرتك انطلاق مسابقة الدوري المصري من خلال صفتك المهنية كصحفي رياضي، هل شايف أنه الإقبال الجماهيري على المشاركة من خلال شاشات التلفزيون هل مازال كسابق عهده؟ يعني خلينا نتفق ان شكل الموسم الحالي يعني مختلف كثيرا عن المواسم السابقه، سواء من حيث شكل المنافسه في حد ذاتها وانفراد الاهلي بفارق كبير جدا في الصداره، يمكن بشكل نقدر نقول بلغه الكره قتل المنافسه نظريا، خلاص اصبح الدرع الدوري شبه محسوم للفريق الاحمر يحافظ على لقبه، او من ناحيه اخرى يعني عوده المباريات او المستويات الفنيه ليست بالشكل يعني الذي تامله البعض. طبعا فتره توقف طويله، نتحدث عن 5 أشهر من التوقف، بطبيعه الحال ليست المستويات الفنيه في افضل حالتها، فبالتالي يعني يعني بطبيعه الحال المشاهد المصري كان يطوف لمشاهده الدوري المصري يعود من جديد، عوضه عن ذلك الدوريات الاوروبيه بعد انطلاقها واستئنافها ودوري ابطال اوروبا وما الى ذلك، ولكن الدوري المصري اعتقد الموسم الحالي استثنائي في كل شيء، سواء من حيث مدته او من حيث فتره التوقف او من حيث الظروف التي يلعب فيها، وايضا من حيث يعني المشاهده ربما تكون اقل من ذي قبل، يعني نتحدث عن موسم يعني لم يحظى بكثير من الاهتمام من المتابعين بعكس مواسم سابقة، ربما يكون أيضا لأسباب فنية، يمكن الحسم مثلما تحدثنا الحسم المبكر قد يكون بالفعل يعني حسم المسابقة، وحتى جماهير الأهلي والزمالك أنفسها يعني الكبيرين أو القطبين الكبيرين في الكرة المصرية يتحدثون عن فرص فريقيهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الرجاء والوداد المغربي. صحفي رياضي أمير نبيل، شكرا جزيلا للمشاركة في حلقة الليلة، والشكر لكم مشاهدينا الكرام. انتهت حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر.